اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، بما ان احنا في ايام الشتاء بنركز شويه في الاكلات، ممكن تكون الفراخ واللحمه والسمك واحد، ولكن طريقه التتبيله والطريقه بتاعه الطهي نفسها ممكن تدي ايحاء بجو الشتاء وجو التدفئه اللي احنا عارفينه. يعني تكون سبايسي، يكون واخده فليفر حلو من التوابل، زي الفراخ المشويه النهارده مثلا. كنا بنعمل فراخ مشويه على الفحم، نعملها مع البطاطس، بنعملها شاورما، معانا فرخه لطيفه وجميله هنعملها النهارده مشويه بالبصل والسماق مع طعم الزبادي. اعتقد ان كده هي بتتكلم عن نفسها. هنشوف نعملها النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله، ونقدمها مع الخبز الشراك او خبز المرجوك. معانا كبد النهارده، كبد الفراخ بس ما فيهاش قوانص ولا فيها قلوب، انا حبيت ان انا اجيبها كبد وبس. هنعملها النهارده رز بالخلطه. رز بالخلطه ده انا بحبه، وخاصه العشق ما بين الكبد والرز، واخد طعم القرفه، فلفل اسود، ويا سلام قرن فلفل حار كده تبقى الاكله فيها سنه السبايسي. الحلو النهارده مهلبيه. لغايه دلوقتي بنعمل المهلبيه يا مغازي بتجمد مننا في الثلاجه، بنيجي ناكلها بنلاقيها قاسيه شويه. مهلبيه يعني حاجه حتى بيقول لك دي طريه زي المهلبيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالمكسرات. تفاصيل كتيرة جوه الحلقة بتاعتي، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل في معلومة غير معلومة وكمان أفكار بسيطة وسهلة بتوصلك لسر نجاح الأكلة، حاجة تركاية كده الشيف المغازي بيأشر عليها ويعمل سبوت عليها بتخلي الأكلة بتاعتك مميزة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي في خط سير الحلقه بتاعتي وفي تفاصيل كتيره في الوجبه الغذائيه اللي بعملها النهارده. التكلفه واحد، ولكن احنا مركزين على جزء مهم جدا، وهي دي سياستنا وهدفنا في برنامجنا اكله امي، حتى الاسم على المسمى اكله بطعم امهاتنا، ولكن احنا بنجود شويه، ممكن نضيف توابل شويه، نجدد من الاكله، وده مطلوب. فراخ مشويه النهارده بالزبادي بطعم السماق والبصل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. نشوف المقادير يا استاذ رحاب بعد اذنك على الشاشه. فرخه وزنها 2 كيلو، 3 كيلو، كيلو ونص، انت كريمه واحنا بنستاهل. معانا من البصل والسماق والزبادي فلفله حلوه، توم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، شويه حبهان لطاف. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تعالوا نبدا الاول نقطع الفرخه كده ونتبلها. بعد ما نتبلها بنخليها على جنب لمده نص ساعة، ممكن يوم كامل، ممكن ليلة كاملة، ما عندكيش أي مشكلة. الفراخ كل ما تتبليها وتحطها في التلاجة أعتقد إن هي بتزداد حلاوة وبتزداد جمال. التوابل عموما والمشويات يفضل تتبلها قبل طهيها جيدا للحصول على طعم مميز جدا. آدي البايركس أو الصينية اللي هنتبل فيها الفرخة، بنحطها قدامنا كده وناخد الفرخة اللطيفة دي كده نعمل لها كوشة. ايه ده، فلفله وملونه وطماطم، حلو قوي. نمسك الفرخه كده الاول، نشيل العرق او نشيل السلسله اللي هي بتساعد او اللي هي بتعمل عمليه عرقله في عمليه السوى دي، انا اعلمها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنشيل السلسله بتاعتها، ودي ما تترميش. على فين يا عم الشيف؟ ما تترميش. ممكن نحطها في ميه تغلي على النار، نعمل شوربه لسان عصفور، نعمل صينية البطاطس بالدجاج، الجلد ده كده نشيله. أي حاجة في الفرخة ما يترميش. بوكيه جرنية على النار، جزر، كرفس، بصل، ثوم، عظم الفراخ، عظم اللحمة. شفت الفرخة لطيفة ازاي بعد ما قطعتها؟ شكلها حلو. أشيل دي من هنا شكلها يخوف، وأرفع دي من هنا خالص كده عشان الدنيا تبان معانا، وأعلمك ازاي تقطعي الفراخ لما تيجي تشويها. حلو قوي، فرخه هي زي الفل. بنيجي على الفخده دي كده ونفتح الفتحه دي كده من عند المفصل، علل ولماذا؟ علشان معانا مشكله لغايه دلوقتي يا شيف، ماما تعمل الفراخ وتبقى طول النهار واقفه في المطبخ وتعبانه، نيجي نلاقي شويه دم ما بين السلسله وما بين المفصل والفرخه. مش عايزين الجو ده خالص. والتوابل كمان تخش جوه الفراخ. الله. ونيجي هنا كده
حتى الفرخة كمان لما تقطعيها بالتقطيعة دي كده، وأنا شغال بالتفاصيل دي، الفرخة بتكبر معاكي لما تستوي، ما بتنكمش زي الكبدة كده. الردة لما نيجي نشويها بنعمل إيه يا شيف؟ بنمسك الكبدة نحززها بالسكينة ونقطعها بالسكينة، تقوم قطعة الكبدة وشريحة الكبدة ما تكشش مننا. أهو بص على الفرخة كده، مخرجنا الجميل، الإخراج الجميل المميز، نشيل السكينة والبلانشة اللي عاملين لنا مشاكل دول بالدم، ونغير الجلافز بتاعنا عشان نبدأ نتبل الفراخ. أهو جيبوا الفرق، إيه الحلاوة دي؟ الصورة الحلوة مع فرخة متقطعة بشكل هندسي على الشاشة تتحدث عن نفسها. هنعمل التتبيلة بتاعتنا كده واحنا واقفين مع بعض، وندرس ازاي نتبل الفراخ، لان الفراخ واحد، واللي بياخدنا من مطعم لمطعم ومن ست بيت لست بيت ومن مكان لمكان ومن طعم لطعم هي التتبيلة، لمساتك في التتبيلة. تعالوا نشوف الشيف المغازي هيتبلها ازاي واحنا مع بعض كده سريعا. اهو كسرولة ازاز، اللهم صل على النبي. اهو وعندنا توم طازة، فلفلة حلوة، شوية سماء، اللهم صل على النبي. اهو بصلاية ناعمة، كل دول مع بعضيهم اهو، عصرة ليمون حلوة محترمة، اللهم صل على النبي. وهتبل الفراخ دلوقتي بطريقة مميزة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية عصير ليمون، بنحط على عصير الليمون ده زيت توم، فلفلة حلوة. هي الفلفله الحلوه دي هريسه حمراء كده بتتباع في المحلات، ممكن تعملها في البيت على فكره. شويه سماء، ايه السماء ده يا شيف؟ تتبيله لطيفه الشاميه، عنوان المطبخ البيروتي او اللبناني او السوري او الشامي. شويه بصل حلوين كده مفرومين ناعم، عشان مش عايز اشوف البصل بعينيا وانا باكل. زيت الزيتون مع شوية زعتر حلوين، حاجة حلوة. شفت التتبيلة شكلها حلو ازاي؟ بتخلي الفرخة لونها لطيف وجميل. زيت زيتون، زعتر، اعتقد ان التتبيلة دي تتبيلة ايه؟ مميزة. الملح بتاعنا والفلفل، حلوة. الفلفل الاسود انا بحبه دايما في الاكل، وخاصة لما يكون مجروش طازة. يعني ايه مجروش طازة يا شيف؟ يعني مطحون حديث زيه زي الكمون، بتلاقي الفليفر والطعم لطيف وجميل. التتبيلة دي كلها مع بعضيها زي الفل. هناخد الخلطة دي يا شيف، لا 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 مش هتلاقي أي زفارة خالص. الفراخ بعد ما تتقطع بالشكل ده ما تتغسلش، الفراخ تتغسل وهي سليمة. أنا ضد غسيل الفراخ بعد تقطيعها بالسكينة خالص. ناخد التتبيلة دي كده. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت التتبيله دي؟ ونسيب التتبيله دي مع الفرخه كده يتعرفوا على بعض، وكل واحد يحكي حكايته. الفراخ تحكي حكايتها وشقاوتها، والتتبيله دي برضو تتبيله شقيه، فيها السماء، فيها الفلفله الحلوه، فيها زيت الزيتون، فيها عصير الليمون، فيها الثوم، فيها البصل. زي الفل. تمام، هنخليهم كده على جنب، ونيجي للأهم من ده كله، البصل بتاعنا. البصل هنا هيشارك في تسوية الفراخ. نجيب بلانشة تانية خالص زي الفل كده، ومعانا من البصل السليم خمس ست حبات. بصل المصري ده جميل جدا، تعالوا نقطعه مع بعض كده جوليان. يعني ايه المصطلحات دي يا عم الشيف؟ يعني شرايح، يعني سلايز. ونشيل الليمون من هنا، ونمسك البصل ده كده نقطعه، ونشيل دي كمان من هنا، حلو، ونمسك البصل ده نقطعه كده، اللهم صل على النبي. الطريقه اللي بتقطعي بيها البصل لازم كله يبقى بحجم واحد. انا بقى في حاجات بشوفها دايما، ممكن على اوبن بوفيه اكون معزوم، تلاقي مثلا البصل المشوي ده واحده متقطعه تخينه قوي، واحده متقطعه رفيعه قوي. الرفيعه قوي دي مستويه، التخينه تلاقي لسه فيها ريحه السنان بتاع البصل ومش مستويه. فانت تعملي ايه؟ تتحكمي كده في مسكه السكينه وتقطعي البصله بتاعتك الحلوه اهي، حلوه كمان. بصلايه، فراخ مشويه
بالبصل والسماق، مدرسة المسخن الأردني، مدرسة المسخن الفلسطيني، مدرسة المسخن العربي. ايه هو المسخن؟ العيش الشراك او خبز الشراك والسماق والبصل وزيت زيتون. البطل في الموضوع زيت الزيتون وبصل وسماق. بيتلف طبعا الدجاج بعد ما يتفرم بالسكينة ويتقطع ويستوي في سندوتشات رفيعة، وتتقطع وتتحط في صينية وتتغمر بزيت زيتون كتير، وفي الآخر ندخل كل ده في الفرن، العيش يتحمر. شفت شوية البصل الحلوين دول؟ بيتكلم مصري اهو. هناخد البصل ده يا عم الشيف بعد التقطيع الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي، في كسرولة حلوة، عاملين حفلة احنا على الفرخة. ادي البصل، اللهم صل على النبي، ونحط عليه زيت الزيتون، ونحط عليه السماق زي الفل. فين السماق؟ اهو، الله، هو ده الكلام. زيت زيتون وشوية ملح، غرقوا زيت زيتون. وفي طاسة شديدة الحرارة على النار، صدمة نارية للبصلة الحلوة دي كده بقى، علشان تاخد طعم السماق. الله، شوية الملح الحلوين بالشكل ده كده، شوية الفلفل، ونقلبها تقليبة كويسة قوي مع طاسة شديدة الحرارة. وما زلت بقول شديدة الحرارة ليه يا شيف مغازي؟ بتركز على ان هي طاسة شديدة الحرارة، لان البصل ده لو حطيته في طاسة باردة، طاسة ما هيش سخنة، طاسة لسه هتسخن معايا على عين البوتاجاز، هتواجهنا مشاكل كتير قوي. الدنيا هتقوم؟ ليه بقى؟ البصل ده فيه سبحان الله فيه فليفر حلو، والمية بتاعته والسائل بتاعته انا عايز استفيد بيه. لو انت حطيتيه في طاسة باردة على ما تسخن والبصل، هتلاقوا السائل ده نشف، تيجي تاكل البصل ده ما فيهوش اي طعم خالص، تحس انه زي التفل. انما لما يكون طاسه شديده الحراره او زيت شديد الحراره وتحمر البصل الحلوه دي كده، هتستفيدي بالبيون او الجوس بتاع البصله. هناخد البصل زي ما هو كده. يلا حبايبي الحلوين، يلا يلا، الصوره الحلوه مع بصل من ارض مصريه تتحدث عن نفسها. يلا يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زي الفل. ونسيب البصل ده كده على النار، وإذا حبايبي فريق العمل والإخراج عايز يطلع فاصل أنا جاهز. إيه اللي أنت حطيته ده يا شيف؟ نعناع. لا لسه أهو، خلونا ناخد بعضينا إذا أنتوا حابين يا شباب نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف إيه قصة وحكاية البصل بالسماق مع زيت زيتون مع فراخ، اكيد الطعم هنا مختلف. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل سريعا. البصل بيستوي على النار في صدمه ناريه قويه زي ما قلت لحضراتكم، اهو شايفين البصل وريحته الحلوه اهو. لا عينيا مش هتدمع، انت لو دخلت المطبخ يا مخرجنا يا جميل ممكن عينك تدمع، اما انا لا. زي مثلا لو تلاقي الكهرباء يمسك السلك وفيه كهرباء وانت ما اتكهربتش، لا، هي ايده خدت على الكهرباء، انا عينيا خدت على دموع البصل خلاص. يا نعم مي، حلو قوي. لا البصل لو انت مش عايز عينك تدمع تحط عليه توابل يا عم سالم. انت في الاخراج شاطر وانا في المطبخ شاطر، وكل واحد في حتته شاطر. توابل مع سماق مع زيت زيتون يا عم سالم، عينك مش هتدمع. هنبدا نحط شويه زيت زيتون في الطاسه الحلوه بتاعتنا، وناخد الفرخه الشقيه اللي بتقول ترحمني بقى من الريحه الحلوه، ونشويها. الله، هي دي، تعالي يا حلوه. الله، اهي شفت الفرخه، ده نص ديك رومي مش فرخه، اهي زي ما هي كده يا عم الشيف. الله، اهي حفلة على الفرخة النهاردة. شوية التوابل دول عايزهم أنا، ننزل بهم هنا. هو ده. حلو أوي. خلاص كده أنا خلصت.
الفراخ خلصت. ايه خط السير العمل بعد كده؟ الفراخ بعد ما نقلبها تقلبتين، ايه الصوره الحلوه؟ ايه الجمال والحلو؟ ابص على الفراخ ولا ابص على البصل بالخير ارضنا؟ حاجه لطيفه وجميله. بعد كده بنعرفهم على بعض وندخلها الفرن. اما قصه الزبادي دي بعدين وقت التقديم مع خبز الشراب. شايفين البصلايه الحلوه؟ اه. نقلب الفراخ اللطيفه دي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت الشقاوه؟ ايه الشقاوه؟ اه. الله. ناخد البصل ده كده. ركزوا معايا. الله. الله يا العظيم، بعد الفراخ دي ما تطلع من النار هنسيب الفراخ وناكل البصل الحلو ده. تقطع جوانح، تقطع شرايح، تقطع سلايس. الطاسه دي انا مش هرميها، مش هوديها على الحوض، هستخدمها. خلي بالك. اه هعمل فيها الفراخ، هعمل فيها الكبد. اه شفت؟ خلاص. على فين يا عم الشيف؟ يلا على فين اساتذه المصورين حبايبي؟ على الفرن في درجه حراره 180. ايه اللهم صل على النبي. الطاسه الحلوه دي كده فيها الخبره الطهويه من البصل والثوم. الله. يلا يا حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها في الفرن كده. بص لي عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو هنشوف الفراخ نطلعها نغرفها في سيرفيس حلو زي ده كده. معانا خبز الشراك. ليه بتقول شراك النهارده؟ لان المدرسه دي مدرسه المسخن، والمسخن ده من اشهر الاكلات في الاردن، والاردن تسمي العيش ده خبز الشراك اللي هو ده. يا عم سالم، السوريين يسموه خبز ساج، في السعودية الشقيق يسموه خبز المرجوج أو الخبز الأسمر. أه حلو. أه هو ده العيش. هنبدأ مع بعض. يا ويلي، إيه الفطيرة الحلوة دي؟ حاضر يا فندم، أنا هطلعه والله. هناخد ده كده أهو زي الفل. الله. أهو بناخد الفراخ بتاعتنا نطلعها من الفرن عشان عايزين نغرف حاجة حلوة وصورة حلوة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه فراخ مشويه بالسماق. يا ويلي، هو ده، هو ده. ناخد الفراخ دي كده بعد التتبيله الحلوه دي كده. الله. معانا البصل الحلو ده كده. مش انا بقول لحضراتكم هنسيب الفراخ وناكل العيش بالسماق ده؟ اه. بصل شرايح، خد سماق، خد زيت زيتون، عصره ليمون، بهاراتنا سبايس، هخليه زي ما انت عايزه. اه ونرص الفراخ كده بطريقه جديده. الله عليك يا عم الشيف. وعليها برضو شوية بصل حلوين كده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك عشان تاكل حاجة حلوة. هنا بقى التجديد، هنا التغيير. على البلانشة الحلوة دي كده ناخد ثلاث خبزات الحلوين دول كده نلفهم رولز. الكلام ده مش هتلاقيه غير عند المغازي وبس. اهو زي ما هما كده اهو. ونرجع كده بسكينه حلوه زي دي كده. يا ويلي. اهو 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 اهو. التقطيعه دي مهمه جدا. اهو اهو زي ما انا شغال كده. اهو اهو. حلقات حلقات، برجلات برجلات. ناخد العيش ده بعد التقطيعه الحلوه دي كده نحطه هنا كده. يا ويلي عليك يا مغازي لما تشتغل ومزاجك رايق. معانا زبادي ينزل هنا. يا ويلي. ونقلب الخليط ده بمضرب صغير. شوفوا طعم السماق بقى، شوفوا الزبادي والخلطة الحلوة دي كده. شفتوا الجو ده كده؟ أنا عارف الإخراج مستعد، الكاميرات الحلوة، الصورة الحلوة. الخليط ده ينزل على فين يا شباب؟
يلا مع بعض كده نخمن على فين الخليط ده كده. حد يقول لي على فين؟ اهو. الله الله اكبر الله اكبر. ايوه اهو ناخد ده كده. يلا 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 يا عم سالم. اهو هو ده. ايه ده يا شيف؟ انا اول مره اشوف الاكله دي. صلي في قلبك على الحبيب. اهو اطلع. هو ده. دي فراخ مشويه بالزبادي مع البصل والسماق، ولازم وانتوا بتتفرجوا على الحلقه دي والطبق ده تقولوا حاجه حلوه قوي. حقوق الطبع لدينا وبس.